السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم اليوم أضخم 10 آلات في العالم. تراكتور D575، حفار ضخم بمحرك 1150 حصان، مجهز بشوكة قياسية قادرة على العمل على جميع أنواع التربة، ويصل وزن الحفار إلى 153,000 كيلوغرام، ويمكنه نقل مواد بحجم 99 متر مكعب، والحفر بعمق 2 متر، وارتفاع الحفار 5 متر، وبطول 12 متر. لفهم مدى ضخامة تلك الآلة فإنك تحتاج لنقل أجزائها بشاحنة في حوالي من 6 إلى 8 رحلات ذهابا وعودة. كاتربيلر 97B، هذه شاحنة من القوة بحيث يمكنها النقل 345 طنا في حمولة واحدة. وإن أخذ بعين الاعتبار إجمالي كتلتها فيمكن اعتبار هذه الشاحنة أضخم شاحنة في العالم، وهي مثبتة على عجلات ضخمة بقطر 63 بوصة، وهي بمحركات هيدروليكية ومحرك ديزل وعزم دوران ب7 سرعات هيدروليكية وعلبة تروس التي هي الأكبر في عالم السيارات. ليبير، رافعة بذراع ذاتية الدفع وبذراع تلسكوبية، وتعتبر أقوى رافعة في العالم برافعة تلسكوبية، ورافعة تلسكوبية على بكرات بطول 3 متر وارتفاع 4 متر وإجمالي ارتفاع الرافعة 20 متر، كما أن رافعة التركيب بطول 4 أمتار. أما إجمالي وزن كتلة الرافعة 6 طن، ويتم فص سهم العمل في الرافعة ذاتية الحركة، وينقل بشكل منفصل عن طريق جرار شاحنة خاصة باستخدام رفوف النقل الخاصة. ناسا كرولر، تستخدم تلك الناقلة في الأساس لنقل الصواريخ في ناسا، وهي تسير على مجنزرتين، وتزن هذه الناقلة الضخمة 2400 طن، وهي مكونة من 4 مقصورات، ومنصة تحملها المسارين، يتكون كل منهما من 57 محوراً، والتي تزن كل منهما 900 كيلوغرام، وطول الناقلة 40 متر، وبعرض 35 متر، ناقلة فريدة من نوعها تستخدمها ناسا لنقل الصواريخ والمكوك الفضائي، وهي ناقلة مجنزرة تعمل على 16 أسطوانة مع محركات ديزل 2200 حصان لكل 2 من المحركات، بالإضافة إلى محركات بقدرة 2750 حصان لتشغيل النظام الكهربائي والهيدروليكي، واستهلاك الوقود يعادل 4 لتر لكل 10 أمتار، وطول الناقلة حوالي 40 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 3.2 كيلومتر في الساعة، وأقصى سرعة بالحمولة الكاملة 1.6 كيلومتر في الساعة. طائرة أنتونوف، طائرة النقل التي حطمت الأرقام القياسية بأضخم حمولة في العالم، والتي قدرت ب 253.8 طن. وتملك هذه الطائرة سجلاً حافلاً من الأرقام القياسية قدرت ب 250 رقماً عالمي. على سبيل المثال، وفي 10 يونيو 2010 حققت رقماً بنقل أطول حمولة في التاريخ، بنقل شفرات 2 من التوربينات بطول 42 متراً، وإجمالي السرعة القصوى للطائرة 850 كيلومتر في الساعة، وهي مصنعة في الأساس لنقل مكونات المركبة الفضائية والصواريخ من مكان الإنتاج إلى مكان الإطلاق.
الغواصة أكولها. الغواصة أكولا أو القرش تعتبر من أكبر وأقوى الغواصات في العالم طبقاً لتصنيف ناتو، ومجموع ما تم إنتاجه في العالم منها 6 غواصات، ويصل طولها إلى 172.8 متر، وبعرض 23.3 متر، وبوزن يصل إلى 8000 طن، وأقصى سرعة تحت الماء 46 كيلومتر في الساعة، وأقصى عمق تصل إليه 500 متر، وهي مسلحة بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى صواريخ بعيدة المدى، والتي تصل إلى 8300 كيلومتر، ويمكن تجهيزها بعشرة رؤوس نووية بوزن 100 طن، وتحتوي الغواصة من الداخل على مسبحاً، بالإضافة إلى مستويين من الكبائن لطلبة الأكاديمية البحرية والطاقم، وأجهزة تلفاز ومغاسل، ويطلق على هذه الغواصة الفاخرة هيلتون أكولا العائم. تلسكوب جرين بانك، أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، يعمل لصالح المرصد الفلكي الوطني بأمريكا، ويقع على الضفة الغربية من ولاية فيرجينيا، وحجم العدسة 100 على 110 متر، ويزن التلسكوب أكثر من 30 مرة من وزن تمثال الحرية، وعلى الرغم من ذلك يمكن توجيهه لأي اتجاه بدقة تتجاوز الحد الأدنى 1000 درجة مئوية، وأقصى طول الموجة 6 مليمتر، ويتم التحكم في التلسكوب عن طريق مبنى التحكم المركزي المجاور له، الذي يربط بين التلسكوب والمعدات الأخرى المرتبطة بالأشعة الراديوية التي يستقبلها الهوائي. وصمم التلسكوب خصيصاً لدراسة الموجات الراديوية المنبعثة من المذنبات في المجرة. أكبر ماكينة على وجه الأرض، تعتبر الأسرع والأفضل، ووزن كتلتها يصل إلى 13500 طن، وبطول 240 متر، وبارتفاع 96 متراً، وأحد أذرعها يصل ارتفاعه إلى 200 متر، وعرض 46 متر، ومرتبط بجهاز توجيه في دلو يشبه البيت المكون من 7 طوابق، كل منها 6.6 متر، وباجر في يوم عمل واحد يمكنها ملء مساحة ملعب كرة قدم بالرمال والحصى أو مبنى من 10 طوابق. سفينة تانكر نوك، تعتبر السفينة تانكر النرويجية أكبر سفينة شحن في العالم، أنشئت في عام 1976، تم الانتهاء منها في عام 1979، وهي بطول 458 متراً، وبعرض 79 متراً، وفي السنوات الأخيرة صدمت لشحن النفط وتسليمها في الهند، ففي عام 2010 استخدمتها شركة نفط الشمال لنقل حمولة بما يوازي 1,400,000 برميل نفط، وهي تسير بسرعة 12 عقدة، ويعمل على متنها 40 شخصاً، ومسافة توقف السفينة 10 كيلومتر، وقطر الدوران 3.7 كيلومتر، ولا تسمح الحمولة الكاملة للسفينة بالمرور في قناة السويس، أو قناة بنما، أو حتى القناة الإنجليزية، واستمر الأمر عاماً كاملاً للتخلص من حمولة السفينة. مصادم الهدرونات، أكبر مصادم ذرات في العالم، يقع على الحدود بين فرنسا وسويسرا، وصنع خصيصاً للفصل بين البروتونات والأيونات الثقيلة، وأكبر تركيب تجريبي حتى اللحظة في العالم، وشارك أكثر من 10,000 من العلماء ومهندسين من 100 دولة في العالم في الأبحاث التي تتم في المصادم، ويسمى هادرون لأنه يسرع جسيمات الثقيلة والمصادم، بسبب أن أشعة الجسيمات في اتجاهين متعاكسين وتتصادم، معجل تصادم الواقعة في نفس الأنفاق التي كانت تحتلها بوزيترون الإلكترون، طول نفق المصادم الكبير من محيط 6.7 كيلومتر، النفق على عمق تحت الأرض بين 50 و175 متراً، علاوة على ذلك يميل اتجاه النفق حوالي 1.4 درجة، ويصادم مغناطيس فائق للتوصيل، وطول الإجمالي يتجاوز 22 كيلومتر، ويتم التشغيل عند درجة حرارة ناقص 271 درجة مئوية، وهو ما يقل قليلاً عن درجة حرارة التحول من الهيليوم الفائق. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.